أندية غابت عنها الشمس. أياكس أمستردام هو أشهر وأعرق الفرق الهولندية على الإطلاق، وصاحب صولات وجولات على مستوى القارة الأوروبية. فريق أياكس أمستردام الذي تأسس عام 1900 سرعان ما بسط هيمنته على الكرة المحلية، والتي استمرت حتى وقتنا الحالي. يكفي أن نقول بأنه أحرز لقب الدوري 33 مرة والكأس 18 مرة. مر الفريق بفترتين زمنيتين برز فيهما أوروبياً، وكان حديث أوروبا لما قدمه من أجيال كروية تاريخية ومستوى فني متميز. سيطر فريق أياكس على بطولة كأس أوروبا للأندية الأبطال لثلاث مواسم على التوالي، من عام 1971 إلى عام 1973، مقدماً أسماء كروية خالدة، وعلى رأسهم يوهان كرويف رفقة يوهانس كينز وأريهان. وهو الفريق الذي قدم لأوروبا الكرة الشاملة، والتي نقلها المنتخب الهولندي إلى العالم في مونديال 1974. في منتصف التسعينيات وتحديداً في موسم 1994-1995، عاد فريق أياكس إلى القائمة مقدماً جيلاً كروياً ذهبياً، أمثال مارك أوفرمارس وإدغار ديفيدز وباتريك كلايفرت وياري ليتمانين ونواكو كانو، والقائمة تطول. حصل هذا الجيل على لقب دوري أبطال أوروبا، وحل وصيفاً في النسخة التالية قبل أن يتفرق هؤلاء النجوم إلى فرق أوروبا. تألق فريق أياكس أوروبياً لم يتواصل، وغطى الفريق في سبات عميق، حيث اكتفى في السنوات الماضية بالمشاركة في دور المجموعات من دوري الأبطال والخروج مبكراً. ولهذا الغياب أسباب، منها اعتماد الفريق على توفر جيل ذهبي من أجل التألق أوروبياً كما حدث في السبعينيات والتسعينيات، إلى جانب ضعف الموارد المالية للنادي التي تتيح التعاقد مع نجوم الصف الأول في العالم، وهي عموماً ليست جزءاً من سياسة أياكس الذي يعتمد على رعاية المواهب وسقلها ومن ثم بيعها. وسبب آخر يكمن في عدم استمرارية النجوم مع الفريق، حيث سرعان ما تغريهم أموال كبار أوروبا كما حدث مع لويس سواريز وإبراهيموفيتش. فهل يعود أياكس قوياً في أوروبا ويقدم جيلاً كروياً جديداً؟